هنا بمنطقة الشحانية على الهواء مباشرة لكل عشاق الأصالة مع صباح هذا اليوم نقلا حيا مباشرا عبر شاشة قناة الريان وقناة الكاس. نتمنى التوفيق للجميع. تستمر الأشواط ويستمر زملائنا في فريق العمل متواصلين مع حضراتكم. يسرني في هذه اللحظة نقل الميكروفون لأخي الزميل الكريبي بن جابر المري. شكرا ابو سعد وشكرا موصول محمد بن بريك. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء على بركه الله وتوفيقه انطلق شوطنا الثالث بتعداد اشواط ومنافسات هذه الفتره الصباحيه لتحديات سن الحقائق، وهذا الشوط المنطلق مخصص لفئه الانتاج. نرى ونتابع شعارات ايضا المنتجين في تحديات السيقار مع ايضا فئه الابكار، لنبدا مع مسيره وتحديات هذا الشوط بشعارات المزين لارضيه هذا الميدان، بعد ما ايضا نهني من خطفوا الاشواط الرئيسيه مع الحسينيه بشعار الجوز، وكذلك حضر الجربوع في اول اشواط القعدان مع هياض لك الثاني بن مهيره وكذلك بن الجوز على هذا الفوز المستحق وعلى ايضا اختطاف الشوطين الاولى الرئيسيه. نبدا مع مسيره وتحديات هذه الانطلاقه، لنبدا على المركز الاول نجود من تعلن الوجود بتحديات البدايه ومقدمه الشوط، محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد من يمتلك ايضا نجود على البدايه. المركز الثاني غدوم وانطلاق من قبل الزعزعه حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي. ثالث المراكز التقدم اللفو منصور بن محمد بن راشد الصعاق، نقلتنا المركز الرابع من الجانب الايمن شعار بن عايض مع انطلاقه المركز الرابع مع تحديات رابع الاسماء. ننتقل الى المركز الخامس حتى تتضح امور المركز الرابع بمسيرة وتحديات هذه الانطلاقة. المركز الخامس التواجد مشاهدينا الكرام من قبل الشقة محمد بن سالم بن مبارك النابت المري، تضحت أمور التي كانت على المركز الرابع اللي تسللت المركز الثاني. التواجد من حلب سعد بن سالم وسعد بن صالح بن سالم النابت المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة في مسيرة هذا الشوط بتحديات وانطلاقات الصغار. خلف الخمس نتابع أيضا أسماء قادمة نشاهدها عبر شاشة قناة الريان الفضائية من الكادر الأسفل من أيضا تحديات سباقنا المحلي السادس. أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة، إلى الانطلاق، إلى التواجد مع أول المراكز. بن جهويل مقدما لنا نجود على المقدمة والقيادة مع انتصاف في مسيرة هذا الشوط. نجود المعلن للتواجد والوجود بتحديات البداية بثقل هذا الشعار بصولاته وجولاته بإنجازاته الحافلة تقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة. البداية مع شعار محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد المركز الثاني. أتابع قدوم حلف سعد بن صالح بن سالم النابت المري، مقدم لنا حلف يا هل ترى يحالفها الحظ مع مسيرة وتحديات هذا الشوط أم يكون هنالك رأي آخر من الأسماء القادمة الواصلة لا محالة. ثالث الأسماء لفوا قادمة بتحديات المرتبة الثالثة، قادمة بحضورها المميز بانطلاقة شعر منصور بن محمد بن راشد الصعاق. المركز الرابع رابع الأسماء الوصول لأول ندى، القدوم من مشرفة حمد بن صالح بن سالم القوز المري، شعار أيضا الذي خطف شوطنا الأول الرئيسي كان حضوره مميز مع الحسينية. المركز الخامس وصول من قبل شقة محمد بن سالم بن مبارك بن ضعيف المري مع المركز الخامس. أعود إلى البداية، أعود إلى أمور الشوط بدأ تتغير من قبل شعار الحسينية، حضور البداية، تقدم الأسماء، تواجد الانطلاقات المميزة والجميلة. مشرفة تشرفنا بهذا الحضور الجميل بانطلاقة البداية.
حامل الشعار حمد بن صالح بن سالم القوس المري بالقوس ايضا يحظى بالفوز حتى هذه اللحظات مع انطلاقة البداية. لكن المركز الثاني الله القدوم مشاهدينا الكرام من قبل حلف سعد بن صالح بن سالم النابت المري. المركز الثالث ايضا بن مهيرة غادما بتحديات المركز الثالث مع قدوم ووصول هملولة سالم بن علي بن سالم. الجربوع المري بن مهير ايضا خاطفي اول اشواط القعدان يحضر بتحديات المركز الثاني. المركز الثالث الله هماليل الزعبي قادم سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي مع هماليل على المركز الثالث. المركز الرابع قادم بوشارب مع نوف حمد بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب المري. لكن البدايه المقدمه مع انطلاقه مشرفه بتحديات المركز الاول مشرفه مع البداية خاطبا هذا الشعار النقطة الثانية في هذه الفترة الصباحية بعد فوز الحسينية. تحضر مشرفة على البداية حمد بن صالح بن سالم القوس المري يحظى بالفوز يحظى بالإنجاز يحظى بالتتويج مع انطلاقة مشرفة ومع اختطاف مشرفة لناموس هذا الشوط بتحديات البداية الثاني. والتبريكات نزفوا لمالك مشرفة حمد بن صالح بن سالم القوس المري المركز الثاني. شعار ايضا شوط الرئيس القعدان يحضر مع بن مهيرة ومع هملولة سالم بن علي بن سالم جربوع المري. المركز الثالث وصلت جلولة او جلولة لمحسن بن محمد بن ديلة. المركز الرابع كان الوصول من قبل هماليل سعيد بن راشد بن عبد الله بن قرح. المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام نوب لحمد بن محمد بوشارب المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا وشاهدنا المنافسة التي حضرت في مسيرة هذا الشوط لنشاهد التوقيت الزمني لحظة الوصول 6 دقائق 6 ثواني 39 جزء من الثانية. الثاني تبركان لمالك مشرفة حمد بن صالح بن سالم القوز المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان وصول مشعار بن مهيرة. التوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني 84 جزء من الثانية. الثاني تبركان لمالك هملولة سالم بن علي بن سالم جربوع المري. المركز الثالث كان وصول من قبل جلولة. توقيت الزمن لحظة الوصول 6 دقائق 12 ثانية 12 جزء من الثانية. التهاني التبريكات لمحسن بن محمد بن محسن بن ديلة المري على هذا الفوز المستحق. بسم الله الرحمن